له مضمون أسئلة ومجموعة أسئلة. يقول: أنا مقيم في المملكة في ضواحي عفيف، راعي غنم، ولا أصلي صلاة الجمعة في المسجد، يقول نسبة إلى ظروف العمل، وصاحب الغنم لا يسمح لي بالذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فهل علي شيء؟ وجهوني جزاكم الله كل خير. هذا فيه تفصيل. إذا كان الأمر يتطلب حضورك عند الغنم لئلا تشرق أو لئلا يعتدي عليها السباع أو ما أشبه ذلك، يعني يكون على الغنم خطر إذا لم تبقى عندها، فإن هذا عذر شرعي يبيح لك ترك صلاة الجمعة. أما إذا كان الأمر بالعكس وأن الغنم في مأمن ولا خطر عليها، فلا يجوز لصاحب العمل أن يمنع العامل من حضور صلاة الجمعة وحضور صلاة الجماعة، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى وليس هناك عذر شرعي يسقطه. فيجب على الكفيل أن يمكن العامل من أداء الجمعة ومن أداء الصلوات الخمس ما لم يكن يلزم على ذلك ضرر من ضياع المال أو ما هو مستحفظ عليه. نعم.